كابوسا. كنت أرى ما أفعله، لكن لم أستطع منعه. أنا آسف. إنه يخدعنا مرة أخرى. ما زال شريرا. لست شريرا، صدقوني. وكيف نتأكد؟ صلاح الدين الشرير سيكذب باعتباره شريرا، وذلك لأنه لا يزال شريرا. أثبت ذلك. كيف؟ ألقي بسيفك. ارفع يديك إلى أعلى. قلد صوت الدجاجة. بك 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 بك. لماذا؟ هذا صلاح الدين. نعم، فصلاح الدين الشرير كان أذكى. أتصدقونني؟ حسنا، ما زلت لا أتذكر تماما. أنيسة، إنه صلاح الدين. أعرف، ولكن بعد كل ما فعله شعرت بأنني أريد أن أضربه. معها حق. أوافقها تماما. ألقي بسيفك وارفع يديك إلى أعلى. لا تقلقوا، لقد شفي. ولدي؟ أجل يا أبي، هذا أنا. عقابك ساري المفعول. تفضلي قبل أن يبرد. ابقي مكانك يا أميرة، أنا سأتصدى للأمر. انتظرت طويلا. لا، هل من تعليق؟ ماذا عن يال الألم؟ لقد قطع أصابعي. لماذا فعلت ذلك؟ لأنك تريد أن تقتلني. حسناً، نسيت هذا لحظة، أنا آسف. لا أصدق هذا، لقد شفيت من سيطرة ماردا. عدت إلى طبيعتي. لن يدوم هذا. أعرض عليك الآن عهد الصداقة. هذا أفضل. هيا اقتلها. صلاح الدين؟ لا داعي للتوسل، لقد أعدته تحت سيطرتي وأعطيته الإشارة. أيها الخائن، سأحكي بأسل أبيك الملك عن مقتلك على يد عربي مجنون، وذلك سبب مباشر للحرب بالطبع. وماردا قالت ما إن تكسر التأثير لا يمكنك إعادته. تصور، أيكفي هذا؟ اعتراف صريح لا يمكن إنكاره. دانكن، اقبضوا على الخائن. نستطيع أن نحيط بمنطقة السوق القديم. فتشت المنطقة بحثاً عن ماردا، كل من كانوا فيها لم يعود هنا. إذن فالمرتزقة قد يكونون في أي مكان، لكنهم لم يظهروا في المدينة إلى الآن. يا لكم من أغبياء فعلاً، تبدأون التحرك بعد أن انتهت اللعبة. ولكن ها أنت في قبضتنا. الإشارة، هذه خطة مركبة، لابد أن هناك إشارة ما لبدء الهجوم. فتاة ذكية، لما لا تسلمونها قيادتكم؟ الرجال انتظروا مني إشارة بأن المهمة قد نجحت وأن الأميرة قد قتلت. تلك هي الإشارة لوقف الهجوم، لكني لم أرسلها، لهذا تخيلوا ما الذي سيحدث الآن. دمشق سأحرقها عن آخرها.
أرض اللهب. توجه إلى لقاء الفرقة ألف للهجوم على القصر يا أرض اللهب. شكراً يا صلاح الدين، لم أكن لأنجح في مهمتي من دونك. أعرف ذلك. ما الخبر؟ ما الذي يحدث؟ عودي إلى البيت يا سيدة. لا يمكنك أن تأمرني. عودا إلى الداخل. ربما لا فائدة من قولي أن لا تخرج وأنت جريح. على الإطلاق، إنها المعركة الأخيرة يا أليكس، وسأراك لاحقاً. وأنا تحت سيطرتهم، أعطوني تعليمات وعرفت خطتهم. كل فريق منهم له مهمة محددة، مواقع وأبار، نقاط تفتيش محفوظة هنا. المقاومة منتشرة في كل مكان في المدينة، رجالنا يهزمون الآن. ما هي أوامرك سيدي؟ ما رأيك يا بني؟ أعرف كل مجموعة وخطتها وحتى تحركاتها. هل أنت واثق؟ قد يكون هذا شيئا صعبا، ولكن يجب أن تثق بي للمرة الأخيرة، وسوف ننتصر. أرنا خطتك. خذ رجالك شرقا من هنا، أوقف العدو عند الكتاب. صلاح الدين، على بعد 3 أحياء سيمكنهم أن يقطعوا الطريق على لوك وفرقته. لوك؟ اتركه لي. تعالوا معي. طارق، الرماة اتبعوني. هذا كل شيء. لم يبقى أمامنا الآن إلا القتال. حسنا، كدت أصاب بالملل. ابقوا في أماكنكم. انسحبوا جميعا. أمرت أن أحمي. أن تحمينا أعرف، ولكن كيف تحمينا إذا قتلتم؟ انسحبوا إلى البيت، انسحبوا. أي انسحبوا. سيستخدمون الجسور للوصول إلى القصر. لنضع بعض الرجال على الأسطح المكشوفة في المدينة. الملك! يجب أن نأخذ مواقعنا. نحن في مرماه يا سيدي. إلى أين أيتها الجميلة؟ أرجوك يا سيدي، اتركني. انظر جيداً إلى ما فعلته به. هذا من أفضل أعمالي.
الجميع إلى مواقعهم. هيا ارحمني، أنا أتوسل إليك. جميلة وصبية. لتعلم شيئا، أي طفلة صغيرة تعتبر صبية، أما أنا فشابة. شيء ستراه في حياتك. إلى آخر البيت، سندافع عنكما حتى آخر نفس. في عائلتنا لا أحد يهرب من المعركة. يا سيدتي أرجوكما، هل تعرف زوج ابنتي أيها الجندي؟ القائد أيوب، شرف لي أن أكون في خدمته. أنا علمته كيف يقاتل. أراها أمامي، بل مقترضة للأشياء إنما إلى الأبد. أصدق هذا، لم أتصور أن يأتي يوم يختبئ فيه مجرمو دمشق العتات وهم خائفون مثل القوارض. ما
ماذا تتوقعين أن نفعل؟ الوضع خطير جداً في الخارج. أتوقع أن تقاوموا. أتوقع منكم أن تدافعوا عن المدينة، مدينتكم. لسنا جنوداً، إنما نحن مجرمون شرفاء. في هذه اللحظة يدمر جيش العدو دمشق، يسرقون الذهب والجواهر والحرائر، يستولون على كل ما تكسبون منه رزقكم. أجدادكم اللصوص يشعرون باللعار منكم. هذه المدينة لنا، لا أحد يسرق فيها سوانا. هذا كل شيء؟ لم أظن ذلك. يا رجال، لا تتحركوا. جاء دور أنيسة. أصدق ما أرى. كيف أقنعتهم بهذا؟ أنا واثق من أنها خاطبت ضمائرهم. لننظف المكان. سيد الخائد، وصلتنا رسالة. لقد هجمت دارك. كنت أود أن أجري تعديلات هنا. اهدأ يا صغيري، نحن بخير. لا يا صلاح الدين، نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى توقيعه على الهدنة. أتعتقدين حقاً أنني سأوقعها؟ فلتذهب الهدنة إلى النار. انتهت الحرب وقد هزمت، لكن آثاري ستبقى. سنبنيها من جديد. لا أقصد المدينة، بل عليك أنت. لقد أريتك وجهك الحقيقي يا صلاح الدين يا ابن أيوب. لقد لوثت قلبك. هل جننت؟ خذ السيف. أردت قتلي من أول لحظة تقابلنا، وها هي فرصتك. Thank you.
أرأيت؟ إنه الخوف يا ريجينالد. قضيت سنة كاملة تخطط لكل هذا ولكني هزمتك، فأنا أفضل منك في هذه اللعبة، والآن عرفت. أنا أيضاً تركت أثري فيك. وإذا لم توقع على المعاهدة فسآمر الجندي ريتشارد بقطع رقبتك. خطة مدهشة يا أنيسة، فكرة رائعة أن تشركي قارداً والمجرمين. ما كانت لتنجح لولا حمايتنا بسهامك. نعم نعم، لم يقبل أحد أن ينفذ خطتي أنا. خطتك كانت أن نلقي بأشياء ثقيلة فوق رؤوسهم. سننفذها في المرة المقبلة. أهذا وعد؟ رحلة آمنة يا دانكن. والآن كيف ستكون حياته؟ ريجينالد سيقضي باقي سنواته يتحدث عن السلام والوئام إن أراد أن يبقي على حياته. تعالوا لزيارتنا عند نهاية العام حين نرى بداية الجليد. فكرة ظريفة. الجليد هو الثلج، صحيح؟ إلى أين هي ذاهبة؟ أنا لا أعلم. حسناً، علينا أن نسرع، فمصطفى يريدنا أن نصحب قوافله إلى بيبلوس. ماذا؟ لطالما قالوا لي عن مصيري المكتوب، فظننت أنه علي أن أقوم بكل شيء وحدي، أن أكون البطل الأوحد. فالسبب الوحيد أنني بخير وأن دمشق خرجت منتصرة هو أنتم. أنتم أصحابي وأهلي. أنا لست وحدي. أعتذر أنني نسيت، ولكني